انا نوال، عندي 30 سنه. جي اون ليسونس اون فينانس. اخترت هذا لو ميتي كنا رانا فوغ افيك لا ليسونس تاعي، مي باسكو نحب الدومين تكنيك، وانا حابه ندخل في الدومين تاع كيما يقولوا دوست ميتي دوم، مي انا جو فولي بيان لو فير. كي بديت لا كوندويت صح، لا بروميي جو كنت خايفه، جافي لو تراك و جيتي با اليز، مي الحمد لله مع لونكوراجمون تاع لي كوليغ و لا فولونتي اللي كان عندي تغلبت على هذا الخوف. كي تسوقي هكا انت ماشي كيما طوموبيل راكي وحدك ولا راكي اون دو، باسكو التران باغ اكزومبل يرفد، التران يرفد 150,000 مسافر، سي توت ريسبونسابيليتي، وحنا La responsabilité du voyageur, c'est elle passe avant tout. Donc là, tu connais vraiment vigilante. Ou... Alhamdoulilah. Bon, on a le temps, faut le respecter, surtout qu'il qu'on a parce que les trains arrivent en retard, même les trains ils sont en retard, donc il faut que le chacun ait le temps pour ça, faut pas qu'il dépasse le temps. Par exemple, qu'il qu'on a à l'arrêt de la station, on a pas plus de 30 secondes pour faire l'échange voyageur, donc là on fait l'échange voyageur, ben sinon on prend le départ, surtout que يكون باغ دو بيان كليون سو فواياجور. دي فوا يصرا وهاك يصرا خلل تقني باغ دونك نحبسو في النفق، القطار تاعنا يتوقف في النفق، و حنا اون انفورم لي فواياجور نقولهم بلي بور لي راسوري بلي ما كان والو، جوست ولا دو تان بروبليم تكنيك ولا عندنا الخبره لازمه كي يحبس لنا التران في النفق في التونيل. وهذا تعلمنا في لا فورماسيون تاعنا، ما درناش غير لا كوندويت، مام درنا كيفاش نهضروا مع لي فواياجور بور لي راسوري كو ما كان والو، باش يكونوا معنا اليز وما يخافوش. عن المرأة الجزائرية أنها تحب التحدي وقادرة تدير وقادرة تحمل مسؤولية كبيرة، كما أنا باغ اكزومبل اليوم راني نتحمل مسؤولية 150,000 مسافر يوميا، وماشي غير ريسبونسابل في دارها ولا على ولادها، مام برا تقدر تدخل في التحدي مع في نامبورت كيل دومين. انا نقول للمرأة الجزائرية انه حاجة ما مستحيلة، وتقدر تحقق اي حلم عندك، ومام يكون هكا صغير حاجة ما مستحيلة في الدنيا، بيان سور بالارادة تاعك وتقدر تحقق كاع واش راكي متمنية ديريه.